بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ محاضرة النهاردة في جزء جديد من الفوليومتريك أو التيتريمتريك ميثود أوف أناليسيز اللي قلنا عليها من أول محاضرة. هي دي الكلاسيكال ميثودز أوف أناليسيز. الكلاسيكال ميثودز أوف أناليسيز اللي قسمناها لفوليومتريك ميثود وجرافيمتريك ميثود وإنسترومنتال ميثودز. قلنا إن احنا هنشتغل الترم ده كله في الكلاسيكال ميثودز اوف اناليسيز واللي هي الفوليومتريك ميثود اوف اناليسيز. قلنا يعني ايه فوليومتريك ميثود اوف اناليسيز؟ قلنا الكونسنتريشن اوف ذا انون از ديتيرمند فروم ذا فوليوم اوف ذا ستاندرد تايترنت ذات رياكت كوانتيتيفلي وذ ذا سامبل او وذ ذا انون. من الفوليوم اوف ذا او الاند بوينت بتاع الستاندرد we can determine the concentration of the unknown. الجزء ده هو البريسبتيمتريك تايتريشن. ومن اسم البريسبتيمتريك تايتريشن، من الاسم بتاعه بريسبتيمتري، فبقول يعني هيحصل فيه بريسبتيشن. طيب البريسبتيمتريك تايتريشن او الفوليومتريك ميثود اوف تايتريشن، فوليومتريك ميثود اوف اناليسيز اللي هي بريسبتيمتريك تايتريشن، هي is used for determination of halides. دي بستخدمها للديترمينيشن اوف هالايدز، مينلي فور الديترمينيشن اوف هالايدز. الهالايدز اللي بنعبر عنها بالاكس عليها نيجاتيف تشارج. وهي ايه الهالايدز؟ هي الكلورايد وهي البروميد وهي الايودايد وهي السايوسيانيت ايون. دي از امبورتنت ان ذا فيلد اوف فارماسي. السولتس اوف او الهالايد سولتس ار امبورتنت in the field of pharmacy. وعشان كده كان المفروض يبقى في method to determine the halides. البريسبتيمتريك تايتريشن فبنعمل لها determination بالفوليومتريك method of analysis او بالطريقة التقليدية القديمة او بالكلاسيكال method of analysis اللي هي التايتريمتريك او الفوليومتريك method of analysis اللي هنسميها بريسبتيمتريك تايتريشن او بريسبتيشن تايتريشن. والبريسبتيشن تايتريشن هي ايه؟ عبارة عن فوليومتريك method of analysis based on the formation of a precipitate. بتعتمد على ال formation of precipitate. The unknown اللي هو الهالايد او ال unknown بتاع ال precipitometric titration، ال unknown اللي عاوز اعمله determination او analysis او ال unknown substance is determined by converting it into an insoluble form. بحولها ل precipitate of known composition by adding standard solution of the standard titration. وانا قلت الطريقه هنعمل ليها ابلكيشن على الديترمينيشن اوف هالايدز. وقلت الهالايدز دي عباره عن ايه؟ الهالايدز هي عباره عن الكلورايد والبروميد والايودايد زي الصوديوم او البوتاسيوم كلورايد، صوديوم او بوتاسيوم بروميد او صوديوم او بوتاسيوم ايودايد او سايسينيت. كل السولتس دي الكلورايد بنستخدم طبعا في الفورميشن بتاع البريبريشن اوف نورمال سالين سوليوشن، لان الصوديوم كلورايد فهبقى محتاج اعمل ديترمينيشن للصوديوم كلورايد باي بريسبتيمتريك تايتريشن اللي هعرفها ازاي بعد كده. والصوديوم او البوتاسيوم بروميد دي بتستخدم كاكسبكتورنت في ادويه الكحه، والايودايد بالتاكيد بيستخدموه في البريبريشن اوف لوجلز سوليوشن تو ديزولف الايودين. فبقول احنا مطلوب ان احنا نعمل ديترمينيشن او اسي للبيوريتي بتاعه الكلورايد والبروميد والايودايد والسايسيانيت سولتس بالطريقه مين؟ بطريقه الفوليومتريك ميثود اوف اناليسيز اللي هي البريسبتيمتريك تايتريشن. طيب بقول لما الهالايدز كلها اي نوع من الهالايد لما بنضيف عليه سوليبل سولت من السيلفر، سوليبل سولت فور اكزامبل سيلفر نيتريت بلس هالايد، كل الهالايد ويل فورم سيلفر هالايد بريسبتيد. سيلفر هالايد بريسبتيد، سيلفر هالايد ممكن يبقى سيلفر كلورايد اور سيلفر بروميد اور سيلفر ايودايد او سيلفر سايوسيانيد. كل السيلفر كلورايد والسيلفر بروميد والسيلفر ايودايد والسيلفر سايوسيانيد اللي هي السيلفر هالايد هي بتبقى بريسبتيد، بيبقى سبيرنجلي سوليبل سولت او انسوليبل بريسبتيد، بتكون بريسبتيد اوف نون كومبوزيشن. واحد جزيء من السيلفر نيتريت او واحد جزيء من السيلفر اين بريسبتيت او ايكويفالنت الواحد جزيء من الهالايد. طيب فاذا لو عملت ايه؟
لو خدت ستاندرد سوليوشن او وين اعمل ستاندرد سوليوشن اوف سيلفر نيتريت ستاندرد سوليوشن من السيلفر نيتريت وقلت يعني ايه ستاندرد سوليوشن سوليوشن اوف نون كونسنتريشن اند نون كومبوزيشن وين الهالايد تايتريتد اجين ستاندرد سوليوشن اوف سي اوف سيلفر نيتريت بقول ايتش واحد جزيء او ايتش وان مولكيول اوف سيلفر نيتريت بريسيبتيت واحد مولكيول اوف ذا هالايد سولت وبتدينا بريسيبتيت اوف سيلفر هالايد يبقى الهالايد ار كونفرتد انتو سيلفر هالايد باي تايتريشن اجين ستاندرد سوليوشن اوف سيلفر نيتريت بعد كده from the end point at the equivalence point we need بقى ايه we need at the end of the precipitation او at the end of the reaction لو لقيت indicator to show ال end of the reaction او ال end point بتاعت ال precipitation reaction هقدر اخد كم مليليتر من ال volume of silver nitrate ومن ال volume of silver nitrate we can calculate the concentration of halide فهي البريسيبتيمتريك ديترمينيشن هي ميثود بنحول فيها الانون اللي هو الهالايد انتو انسوليبل او سبيرنجلي سوليبل سولت او سلايتلي سوليبل بريسيبتيد اللي هو السيلفر هالايد باي تايتريشن اجين ستاندرد سوليوشن اوف سيلفر نيتريت ليه عشان السيلفر سولت او السيلفر سولت بريسيبتيت الهالايد بتدي بريسيبتيد اوف سيلفر هالايد اوف نون كومبوزيشن اند نون ومن لو لقيت indicator هقدر اعمل الديترمينيشن كتايتريمتريك ميثود الاند بوينت از ريتشد بقول وانا بعمل تايتريشن للهالايد بالسيلفر نيتريت بقول الاند بوينت از ريتشد وين كل equivalent amount of the standard titrant has been added to the halide يعني بقول end point بوصل end of the reaction أو equivalence point is reached لما بنزل ب equivalent amount كمية مكافئة من ال standard silver nitrate على ال halide طبعا from the volume of the standard we can calculate the concentration of the unknown halide أقدر أحسب ال concentration from the volume of the titrant the concentration of the unknown substance can be calculated A precipitation reaction must satisfy a number of conditions to be used in precipitometric titration. ولعشان استخدم مش اي precipitometric او مش اي precipitation reaction اقدر استخدمه كتايتريمتريك ميثود او اقدر استخدمه كفوليومتريك ميثود of analysis determination of a reaction. ولعشان ال precipitation reaction to be used as volumetric method of analysis or to be used as a titrimetric method أو volumetric method of analysis بقول لك لازم يبقى precipitation reaction precipitate must be practically insoluble لازم يبقى insoluble completely insoluble أو practically insoluble the precipitate must be insoluble أو practically insoluble in water the precipitate should be rapid precipitation reaction must be rapid خلاص يبقى instantaneous أو المنزل بالstandard precipitating agent بقول a reaction or precipitation reaction must be instantaneous or rapid. Well, end point can be detected. يعني يبقى عندي method أو mean تعرف لي ال end of the precipitation reaction. لو كان فيه indicator أو طريقة to detect ال end point أو ال end of the reaction أو ال equivalence point يبقى they can be used as volumetric method of analysis. وعشان احنا بنتكلم على بريسيبتيت فمهم قوي نعرف حاجه اسمها السوليبيليتي برودكت رولز هنتكلم على البرنسيبلز اوف بريسيبتيشن الاول عشان من البرنسيبلز اوف بريسيبتيشن هقدر اعرف الكونديشن اللي هعمل بيها البريسيبتيمتريك تايتريشن السوليبيليتي برودكت رولز بقول الابلكيشن اوف لو اوف ماس اكشن تو ذا ايكوليبريم بتوين ا سلايتلي سوليبل سولت and its ion in solution هيدينا او will lead to حاجه اسمها ال KSB هيدينا solubility product constant طيب عشان اطلع بديا واعرف يعني ايه solubility product constant consider that we have solution of silver chloride in water silver chloride او عندنا silver chloride precipitate او عندنا insoluble زي السيلفر كلورايد suppose that you have
انسوليبل لايك سيلفر كلورايد اي جي سي ال وحطيته في ميه. طيب بالتاكيد اللي انا بشوفه ايه؟ اللي بشوفه ان السيلفر كلورايد ده سولت انسوليبل ان ووتر، لما هحطه هلاقيه ما بيدوبش في الميه ومعكر الميه. طيب لكن الميه في الحاله دي بتعمل ايه؟ انا قلت الووتر تندو تو ديزولف، فالووتر تندو تو ديزولف هتحاول تدوب جزء بسيط منه للسيلفر ايون بلس كلورايد ايون، ولما السيلفر ايون والكلورايد ايون يتواجدوا في الميه هيحصل اتراكشن بينهم وترجع تديني الانسوليبل سيلفر كلورايد until a state of equilibrium is reached، لما يحصل حالة اتزان ان عدد الجزيئات the number of moles of silver chloride dissolved into silver ion chloride ion بتساوي عدد الجزيئات اللي هي reprecipitated as silver chloride. النت ريزلت ان انا ببص بلاقي ان السيلفر كلورايد انسوليبل ما بتدوبش، ولكن اي انسوليبل لازم بيبقى له certain solubility on the surface بتاع الانسوليبل، هيبقى على سطح الانسوليبل ايونز من السيلفر ايونز زائد الكلورايد ايونز، ولما هيتوجدوا في السوليوشن هيرجعوا يتحدوا مع بعض وريبريسيبتيتد على السيرفيس اوف ذا بريسيبت until a state of equilibrium is reached. فاذا لو خدت الايكوليبريم بتوين الانسوليبل سيلفر كلورايد والاتس ايونز على السيرفيس بتاعها وطبقت عليه اللو اوف ماس اكشن، لان انا بقول ده اللو اوف ماس اكشن از ابلايد لاي كيميكال رياكشن او اي ايونايزيشن رياكشن في equilibrium between the dissolved and the undissolved molecules. Applying the law of mass action عشان أوصل لكده هجيب الإيكوليبريم كونستانت بتاع this equilibrium. الـ K اللي هي الإيكوليبريم كونستانت اللي هي applying the law of mass action على الـ ionization أو على الـ dissolution of silver chloride اللي هو insoluble قدامي، فبقول عشان هو في equilibrium هيديني الـ concentration of productant مضروب في بعض اللي هي السيلفر ايون كونسنتريشن مضروبه في الكلورايد ايون كونسنتريشن اللي هي النمبر اوف جرام مولز بير لتر من السيلفر كلورايد مضروبه في النمبر اوف جرام مولز بير لتر اوف كلورايد ايون ومقسومه على الكونسنتريشن اوف سوليد سيلفر كلورايد. ده بيديني الايكوليبريم كونستانت اللي بتاع اللو اوف ماس اكشن او الايونايزيشن كونستانت. طبعا هو ان ايونايز هو انسوليبل، ولكن انا بيبقى فيري سلو ionization. لما اقول اجي اشوف ايه هي السيلفر ايون كونسنتريشن والكلورايد ايون كونسنتريشن، ده قلت بقى مثلهم بايه اللي حاصل ضرب الكي بتساوي السيلفر ايون كونسنتريشن في الكلورايد ايون كونسنتريشن ومقسومه على السيلفر كلورايد كونسنتريشن. السيلفر كلورايد كونسنتريشن هو ايه؟ هو النمبر اوف جرام مولز بير لتر اوف سيلفر كلورايد ان سوليد سيلفر كلورايد. طيب انا قلت ان السيلفر كلورايد كل جزيء اللي بيتحلل للسيلفر ايون وكلورايد ايون اول ما بيدوب وبيطلع على السيرفيس في السوليوشن اتراكتد تو ايتش اذر ويرجع تاني ريبريسيبتيتد على سطح السيلفر كلورايد. النت ريزلت ان السيلفر كلورايد اللي داب رجع يترسب على سطحه تاني، فبقول الكونسنتريشن اوف سيلفر كلورايد بما ان اللي بيدوب بيرجع يترسب عليه تاني، فاذا ذا كونسنتريشن اوف سيلفر كلورايد از كونستانت. لما الكونسنتريشن اوف سيلفر كلورايد كونستانت اللي هي الكي هتساوي زي ما انا قلت الايكوليبريم كونستانت بتساوي السيلفر ايون كونسنتريشن في الكلورايد ايون كونسنتريشن مقسومه على الكونسنتريشن اوف سيلفر كلورايد. وانا بقول السيلفر كلورايد بما انه كونستانت ده ثابت وده ايكوليبريم كونستانت، لو ضربت الكونستانت في كونستانت هيديني نيو كونستانت، هيطلع لي نيو كونستانت اللي هي الكي اللي هي الايكوليبريم كونستانت مضروبه في بما ان السيلفر كلورايد كونسنتريشن از كونستانت ثابت ثابت في ثابت، هيطلع لي نيو كونستانت اللي هو هنسميه الكي اس بي اللي هي السوليبيليتي برودكت كونستانت، نيو كونستانت نون از سوليبيليتي برودكت كونستانت. هيساوي ايه بالنسبه للسيلفر كلورايد الابلكيشن اوف لو اوف ماس اكشن؟ بقول الكي اس بي اللي هي السوليبيليتي برودكت كونستانت اللي عرفناها جديد هي حاصل ضرب الايونز كونسنتريشن of ions اللي موجودة في solution بتاع الانسوليب. وبما ان السيلفر كلورايد جرام مولز بير لتر والكلورايد جرام مول بير لتر، فالتمييز بتاعهم هيبقى مولز بير لتر الكل تربيع. يبقى solubility product constant او solubility product rules بقول الابليكيشن of law of mass action، واللو of mass action قلنا applied للreactions اللي فيها equilibrium between the reactants والproductant. وبما ان الانسوليبل substances لما بتتحط اي انسوليبل لما بحطه في ميه
بيحصل equilibrium between the ions وال undissolved molecules. والequilibrium لو طبقت عليه law of mass action فهيطلع لي قانون جديد، هيطلع لي law of mass action اللي هو ال KSB اللي هي solubility product constant، هيطلع لي solubility product constant جديد اسمه ال KSP اللي هو بيساوي حاصل ضرب البرودكتنت او its ions في الموجوده في solution. طيب من الايكويشن اللي فوق من الكي اس بي او من الابلكيشن اوف لو اوف ماس اكشن على الايونايزيشن او على الديسوليوشن اوف سيلفر كلورايد او السبيرنجلي سوليبل سولت سيلفر كلورايد لو ما بحطه في ميه، بقول ات كان بي ستيت ذات ان ا ساتوريتد سوليوشن اوف سيلفر كلورايد. في الساتوريتد سوليوشن اوف سيلفر كلورايد يعني السوليوشن اوف سيلفر كلورايد ان ووتر ذا برودكت حاصل ضرب، ذا برودكت اوف ذا مولر كونسنتريشن حاصل ضرب، حاصل ضرب المولر كونسنتريشن اوف سيلفر ايونز اند ذا مولر كونسنتريشن اوف كلورايد ايونز از كونستنت، حاصل ضرب المولر كونسنتريشن اوف اتس ايونز مضروبه ببعضها بيساوي كونستنت، والكونستنت ده هو اللي بنسميه الكي اس بي او سوليبيليتي برودكت كونستنت. وطبعا الكلام ده هيتطبق فقط على الانسوليبل او السبيرنجلي سوليبل سولتس. بقول اي سبيرنجلي سوليبل سولت حاصل ضرب اتس ايونز لما بحطه في ميه، والحاصل ضرب اتس ايونز ان سوليوشن اللي موجوده في السوليوشن على السيرفس الملامس للانسوليبل بيساوي كونستنت، والكونستنت ده هو اللي بيسموه السوليبيليتي برودكت كونستنت. يبقى اي انسوليبل ليه سيرتن سوليبيليتي او ليه كونستنت بيسموه solubility product constant اللي هو ليه certain concentration of its ions بتكون موجودة soluble in water، ده اللي بنسميه solubility product constant. طيب لو السولت أو الانسوليبل بتاعي for example silver chromate is an insoluble salt، silver chromate هو ده insoluble salt salt وما بيدوبش في المية، لو حطيته في الووتر فبقول لازم هيحصل الووتر tend to dissolve the insoluble into its ions، ولما الايونز تبقى soluble in water ترجع attract to each other الكروميت مع السيلفر ويرجعوا يدوني السيلفر chromate insoluble until a state of equilibrium اللي هي number of molecules عدد الجزيئات اللي اتحللت او اتأينت into its ions بيساوي عدد الجزيئات اللي اترسبت as insoluble silver chromate، دي بسمها equilibrium او balance state. طيب if insoluble بيطلع اكتر من واحد ايون، احنا عملنا application اللي قبل كده قلنا عملنا application of law of mass action على silver chloride وقلنا ان السيلفر كلورايد بتطلع واحد ايون سيلفر بلس واحد ايون كلورايد، يعني طلعت واحد سيلفر واحد كلورايد. حاجه زي السيلفر كروميت هتطلع فيها اتنين سيلفر وواحد كروميت ايون. لو الانسوليبل فرنشز مور ذان 1 ايون فور اكزامبل سيلفر كروميت بتطلع اتنين سيلفر وواحد كروميت، هطبق اللو اوف ماس اكشن ازاي؟ فبقول النمبر اوف ايونز الايون بترفع as a power، بترفع as power على ال concentration of the ion. فبقول هتبقى ال application of law of mass action ال equilibrium constant في الحالة دي هيساوي ايه؟ هيساوي ال concentration of ions، هيساوي silver ion concentration هم اتنين silver هتبقى raised to the power اس اتنين تربيع، وفي الكروميت ايون كونسنتريشن والكروميت ايون كونسنتريشن واحد ايون هيبقى اس واحد على الكونسنتريشن اوف سيلفر كروميت، وقلنا ده كونستنت لما هينضرب في الكونستنت هيديني النيو كونستنت اللي هي الاس بي الكي اس بي اوف سيلفر كروميت. اذا الكي اس بي اوف سيلفر كروميت هتساوي السيلفر ايون كونسنتريشن تربيع في الكروميت ايون كونسنتريشن تربيع، والتمييز بتاعه يبقى مول بير لتر 2 زائد 1 3 اس 3 تكعيب. يبقى إذا كان الـ application of law of mass action على الـ ionization of insoluble that furnishes more than one ion اللي بتطلع أكتر من واحد أيون لنفس الـ same
ion بقول a number of ions بترفع as a power كأس على الكونسنتريشن بتاع الايون الموجود. فاذا هنوصل ل mathematical statements of the solubility product principles. عايز اوصل لستيتمنت للسولوبيليتي برودكت برينسيبلز. السولوبيليتي برودكت برينسيبلز اللي هو الجزء ده, الجزء ده مهم. يعني ايه سولوبيليتي برودكت اللي هي الكي اس بي اللي هي حاجه مهمه هتهمني وهعرف اهميتها لما هعمل ابلكيشن للتيترمتريك ميثود على الديترمينيشن اوف هالايد بالبريسبتمتريك تيتريشن. هات ستيت ذات بقول in a saturated solution of a slightly soluble salt. لو انا حطيت اي insoluble في ميه بقول هتعمل saturated solution. ازاي بتعمل saturated solution؟ انا بشوفها بعيني insoluble. انا بقول او اي ماده insoluble او insoluble salt بحطه في ميه انا بشوفه insoluble بالعين, ولكن بقول في interactions على surface of the insoluble. الwater tend to dissolve the insoluble into its ions, ولما الايونز بتبقى على السيرفيس كونتاكت ايتش اذر ترجع تاني تترسب از انسوليبل على السيرفيس بتاع البريسبتد. والنمبر اوف جزيئات او نمبر اوف مولز سوليوبل في الووتر الميه بتحاول تدوبهم بيرجعوا يترسبوا تاني على السيرفيس لحد ما بنوصل للستيت اوف اكوليبريم ان شويه هيدوبوا كم جزيء هيدوب من على السيرفيس ويرجع يترسب تاني على سطح البريسبتد لحد للستيت اوف اكوليبريم. بقول في اي insoluble في السوليوشن بتاعه بقول in saturated solution of a slightly soluble salt the product, product اللي هو حاصل ضرب, the molar concentration of the ions, حاصل ضرب المولر concentration of its ions each raised, كل واحدة منها raised ترفع to the power, ارفعها الباور which is the number of that kind of ions obtained per one molecule. يعني كل واحد جزيء بيطلع كام ايون من النوعية الايونز دي each raised to the power which is the number of that kind of ions obtained per molecule of compound is constant. يعني ايه معناها؟ بقول في saturated solution of a slightly soluble salt دي solubility product rules او principle, دي قاعدة solubility product اللي هي ايه؟ in saturated solution of a slightly soluble salt the product of the molar concentration, حاصل ضرب المولر concentration of its ions each raised, كل واحدة منها بترفع لأس which is the number of that kind obtained per one molecule is constant. يعني حاصل ضرب ال concentration of ions كل ايون مرفوع لأس هو عدد الايونات بتاعته بيديني ثابت وال constant, وال constant ده هو اللي بسميه solubility product constant. يبقى solubility product constant هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن حاصل ضرب المولر concentration of the ions of the molecule, حاصل ضرب الجزيئات, حاصل ضرب المولر concentration of the ions مضروبة بعضها بيديني ثابت, والثابت ده هو constant. يعني كل insoluble له KSB, له solubility product constant ثابت وما بيتغيرش أبدا. دي solubility product rules هتهمنا في إيه؟ هتهمنا في الكالكوليشن بتاعت البريسبتمتريك تيتريشن. طيب هتكلم على الكالكوليشن اوف ذا solubility برودكت فروم ذا solubility. هل اقدر احسب السوليبيليتي برودكت او هاو كان يو كالكوليت ذا solubility برودكت فروم ذا solubility؟ وهاخد اكزامبل اللي اتكلمت عليه قبل كده السيلفر كلورايد. ذا فاليو اوف السوليبيليتي برودكت كونستانت can be easily calculated. اقدر احسب السوليبيليتي برودكت لو عرفت السوليبيليتي اوف سيلفر كلورايد. طيب والسوليبيليتي اوف سيلفر كلورايد هتعرف منها ايه؟ هقدر اعرف منها المولر كونسنتريشن اوف سيلفر ايون والمولر كونسنتريشن اوف كلورايد ايون, لو عرفتهم هم قد ايه وضربتهم في بعض هتديني السوليبيليتي برودكت كونست. فالاكزامبل بيقول لك السيلفر كلورايد سولت از سوليبل ان ووتر تو ذا اكستنت اوف 0.0015 جرام بير لتر, والموليكولار ويت اوف سيلفر كلورايد بيساوي 143.5. طيب اذا عاوز احسب ايه؟ بقول ان السيلفر كلورايد الانسوليبل هيتحول لسيلفر كلورايد, الجزء من السيلفر كلورايد اللي سوليبل
اللي هو هيتقين انتو سيلفر اين بلس الكلورايد اين. لو انا عرفت المولر كونسنتريشن اوف ذا سوليبل بارت، السوليبل بارت هو اللي بيحصل له ايونيزيشن، يعني انا مثلا حاطط 100 جزيء سيلفر كلورايد، هفترض ان واحد جزيء من المية سوليبل يتحول لسيلفر اين وكلورايد اين، اللي بيرجع تاني يترسب اس سيلفر كلورايد. فبقول الواحد من 100 سوليبل الكونسنتريشن بتاعه الواحد جزيء اللي بيدوب بيطلع واحد ايون سيلفر وواحد ايون كلورايد. فاذا بقول انا يهمني بقى عشان تو كالكوليت ذا سوليبيليتي برودكت كونستانت يو ماست نو ذا مولر كونسنتريشن النمبر اوف جرام ايونز اللي هي الكونسنتريشن اوف ذا مولر كونسنتريشن اوف السيلفر ايون والمولر كونسنتريشن اوف الكلورايد ايون، هما بيساووا المولر كونسنتريشن اوف ذا سوليبل بارت اوف سيلفر كلورايد. فاذا هو بيقول لك السيلفر كلورايد از سوليبل تو ذا اكستنت اوف 0.0015 جرام بير لتر، كل لتر بيدوب منه بيبقى فيه الجزء ده سوليبل. طيب لو قسمت ده على المولكيولار ويت، بقول المولر كونسنتريشن بيساوي الويت على المولكيولار ويت، الويت اللي هو سوليبل اللي هي السوليبل بارت على المولكيولار ويت اوف سيلفر كلورايد، هيديني المولر كونسنتريشن اوف الكلورايد اين والمولر كونسنتريشن اوف سيلفر اين. خلاص طالما عرفتهم هقدر اضربهم في بعض هطلع الكي اس بي. يبقى هنا الاكزامبل بيقول لك كالكوليت ذا سوليبيليتي برودكت كونستانت اوف سيلفر كلورايد. ليه واف السولت از سوليبل في الميه تو ذا اكستنت او اتس سوليبيليتي از 0.0015 جرام بير لتر والمولكيولار ويت بتاعه 143. ولو قسمت الجزء السوليبل او الويت بتاع السوليبل بارت على المولكيولار ويت بيديني المولر كونسنتريشن بتاع السوليبل سيلفر كلورايد، وهو نفس المولر كونسنتريشن اوف سيلفر اين وكلورايد اين، لان لو ده بجزيء هيطلع واحد جزيء سيلفر وواحد كلورايد. فاذا المولر كونسنتريشن هنا المولر كونسنتريشن المولر كونسنتريشن مولر كونسنتريشن ليه السيلفر اين والكلورايد اين هو نفس المولر كونسنتريشن بتاع السوليبل بارت اوف سيلفر كلورايد بيساوي ال 0.0015 على المولكيولار ويت على 143 ونص، هيساوي 1.5 × 10 اس ماينس 5. ده الكونسنتريشن اوف اين سولت. زي ما انا قلت الكونسنتريشن اوف ذا سولت ايكوال ذا كونسنتريشن اوف اتس اينز. فاذا السوليبيليتي برودكت اللي هي حاصل ضرب بتساوي حاصل ضرب السيلفر اين في الكلورايد اين، وهم كل واحد منهم 1.5 × 10 أس ماينس 5 هينضربوا في بعض هتديني الرقم ده 1 × 25 ألف في 10 أس ماينس 10. دي الكي اس بي. يبقى الكي اس بي للسيلفر كلورايد هتساوي اللي هي حاصل ضرب السيلفر اين كونسنتريشن كلورايد اين كونسنتريشن، هي دي كونستانت وهي 1 × 10 أس ماينس 10. يبقى دي السوليبيليتي. طيب هاخد اكزامبل تاني اللي هو كالكوليشن اوف ذا سوليبيليتي برودكت فروم ذا سوليبيليتي. اكزامبل 2 سترونشيوم فلورايد اللي هو الرمز بتاعه SRF2، المولكيولار ويت بتاع السترونشيوم فلورايد 126، السوليبل هو بيدوب في الميه السوليبل ان ووتر تو ذا اكستنت اوف 0.114 جرام بير لتر. كالكوليت اتس سوليبيليتي برودكت، احسب السوليبيليتي برودكت بتاعته. فعشان احسب السوليبيليتي برودكت لازم احسب المولر كونسنتريشن. المولر كونسنتريشن كالكوليت اتس كي اس بي او كالكوليت ذا سوليبيليتي برودكت كونستانت فور سترونشيوم فلورايد وير سترونشيوم فلورايد از سوليبل تو ذا اكستنت اوف 0.114 جرام بير لتر. احسب السوليبيليتي برودكت هحسبها ازاي؟ هحسبها الاول لازم عشان احسب السوليبيليتي برودكت بقول لازم اجيب المولر كونسنتريشن اوف اتس اينز للسترونشيوم فلورايد. للسترونشيوم فلورايد اقول هيدوب وهيتقين لسترونشيوم اين بلس 2 فلورايد اين. طيب عشان تحسب الكي اس بي هتساوي اوف سترونشيوم فلورايد ايكوال سترونشيوم اين كونسنتريشن في الفلورايد اين كونسنتريشن تربيع. طيب اذا لازم اعرف والواحد جزيء بيطلع ايكوال كونسنتريشن اوف سترونشيوم، الواحد جزيء بيطلع 2 فلورايد
وواحد سترانشيوم اينز. فاذا الكونسنتريشن او المولر كونسنتريشن بيساوي الويت على المولكولار ويت اللي هي السوليبيليتي اللي داب في الميه 0.114 مقسومه على المولكولار ويت هتديني المولر كونسنتريشن اوف سترانشيوم اين او المولر كونسنتريشن اوف سوليبل سترانشيوم فلورايد اللي هو 9.5 × 10⁻⁴ السترانشيوم فلورايد. اذا الكونسنتريشن اوف سترانشيوم اين هتساوي 9 × 10⁻⁴ والكونسنتريشن اوف فلورايد بتساوي 2 × 10⁻⁴. الكي اس بي هتساوي السترانشيوم اين كونسنتريشن في الفلورايد اين كونسنتريشن 9.05 × 10⁻⁴ مضروبه في دي اس 2 هتساوي 3 × 10⁻⁷. يبقى السوليبيليتي برودكت كونستانت اوف سترانشيوم فلورايد ساوت المولر كونسنتريشن اوف اتس اينز مضروبه ببعضها each raised to the power which is the number of that kind of ions. انا كان عندي الفلورايد 2 فترفعت لاس 2 ودي كان 1 فهي للاس 1 بل كي اس بي بتساوي 3 × 10⁻⁷. دي حساب السوليبيليتي من السوليبيليتي برودكت. السوليبيليتي برودكت كونستانت فروم ذا سوليبيليتي. اكزامبل 3 لو قريته هتلاقيه بالظبط نفس الكلام اللي فات اللي هي الليد استيت اللي هي البي بي 3 فوسفيت الكل 2 السوليبيليتي بتاعته ان ووتر بي از سوليبل ان ووتر تو ذا اكستنت اوف 0.0014 جرام بير لتر وكالكوليت اتس كي اس بي. بقول هو الايونيزيشن بتاعه بيطلع 3 ليد و2 فوسفيت سوليبيليتي برودكت هتساوي الكونسنتريشن اوف الليد اس 3 مضروبه في الكونسنتريشن اوف فوسفيت اس 2. يبقى عشان اطلع المولر كونسنتريشن الموليكولار ويت بتاعته 811.7 يبقى المولر سوليبيليتي اللي هي السوليبل بارت السوليبيليتي بتاعته 0.0014 مقسومه على الموليكولار ويت هتديني 1.7 × 10⁻⁷ مول بير لتر مضروبه في بعضها. فبقول هضرب ال 1.7 × 10⁻⁷ 3 1.7 × 10⁻⁷ 2 هيبقى مور بير لتر الكل 5. طيب ده الاكزامبل 3 وزيه زي اللي فات. فاذا بقول عشان تو كالكوليت السوليبيليتي برودكت اف من السوليبيليتي لو عرفت السوليبيليتي فبقسم البارت سوليبل على الموليكولار ويت بيديني المولر كونسنتريشن اوف اينز او المولر كونسنتريشن اوف ذا سوليبل بارت اوف ذا انسوليبل وبضربهم في بعض على حسب الكي اس بي رولز هتطلع لي بالارقام السوليبيليتي برودكت كونستنت. الكالكوليشن اوف ذا سوليبيليتي فروم ذا سوليبيليتي برودكت هنلغيها او بلاش منها وهخش على طول هتكلم على العنوان اللي هي الفورميشن اوف ذا بريسيبتت. فورميشن اوف ذا بريسيبتت يعني امتى البريسيبتت از فورمد. وانا عارف لما بضيف سيلفر ايون على كلورايد ايون بتديني السيلفر كلورايد. طب امتى السيلفر كلورايد هيتكون او لما بضيف بريسيبتيتنج ايجنت على السوليبل بارت بتاع الهالايد امتى السيلفر كلورايد از فورمد وانا عندي سوليبيليتي برودكت رول. فقول لو انا عندي سبيرنجلي سوليبل سولت لايك السيلفر كلورايد از شيكن وذ ووتر ا ساتوريتد سوليوشن ويل بي فورمد اكوردنج تو ذا فولوينج ايكوليبريم. يعني بقول لو عندي سيلفر كلورايد في جزء من الانسوليبل سيلفر كلورايد هيبقى سوليبل سيلفر كلورايد جزء بسيط جدا والجزء الاكبر هيبقى انسوليبل. السوليبل بارت هيتاين طبعا سوليبل يعني ايونايزد او ديسوشيت انتو اتس اينز والاينز هترجع تاني تتحد مع بعضها وتدي انسوليبل وهيحصل لي ايكوليبريم في المنطقه دي. المنطقه دي كده هيبقى فيها ايكوليبريم بتوين الديزولفد والانديزولفد سولت. اكوردنج للو اوف ماس اكشن ذا كونسنتريشن اف ذا كونسنتريشن اوف كلورايد ايون or silver ion is increased. يعني أنا لو جيت في السوليوشن أو حطيت على الساتوريتد سوليوشن of silver chloride بقول في جزء منه بيبقى soluble if we add لو أنا ضفت كلورايد ion من صوديوم كلورايد أو ضفت silver ion
من سيلفر نيتريت. ايه اللي هيحصل للإكوليبريم ده؟ بما ان الكي اس بي بتساوي ثابت اللي هو السيلفر ايون كونسنتريشن مضروب في الكلورايد ايون كونسنتريشن بيساوي ثابت. طب السوليوشن ده لو حطيت عليه كلورايد ايون او سيلفر ايون معناها ايه؟ ان لو زودت السيلفر ايون كونسنتريشن ايه اللي هيحصل، ولو زودت الكلورايد ايون كونسنتريشن ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان لابد وحتما يدن او يفضل حاصل ضرب الايونز في بعضيها بيساوي رقم ثابت اللي هو الكي اس بي. فاذا ايه اللي هيجرى؟ اللي هيجرى لو انا زودت السيلفر ايون كونسنتريشن يبقى لازم الكلورايد ايون كونسنتريشن يقل. هيقل بايه؟ هيقل بفورميشن اوف مور بريسيبتيت ويل بي فورم. يعني لو حطيت على الاكوليبريم ده سيلفر ايون زياده، فالسيلفر ايون معناها ان انا زودت الكونسنتريشن اوف سيلفر ايون. طيب لو زاد هيبقى حاصل ضربه اكتر من الكي اس بي، فعشان ده ما يحصلش لازم الكلورايد ايون كونسنتريشن يقل، لازم يبقى لازم مور بريسيبتيت ويل بي فورم هيتكون. طب لو حطيت كلورايد ايون اكتر، بقول برضو الكلورايد ايون كونسنتريشن هيرسب السيلفر اكتر، فبقول الاكوليبريم ويل بي شيفتد تو مور بريسيبتيشن. يبقى الاكوليبريم ويل بي شيفتد towards the insoluble silver chloride. يعني لو حطيت على ال insoluble soluble ions من its ions increase the concentration بتاعه، بقول concentration of the other ion will be decreased، هيقل بايه؟ ب formation of more precipitate. الرياكشن will be shifted to the formation of the precipitate او هيرجع للخلف. طيب in other words هقول ايه اللي هيحصل للسيلفر كلورايد، ايه اللي هيحصل للسيلفر كلورايد انا بقول لو عندي سيلفر كلورايد والسيلفر كلورايد اتحول لسوليبل سيلفر كلورايد والسوليبل سيلفر كلورايد طلع سيلفر ايون بلس كلورايد ايون كونسنتريشن، وقلت ان الكي اس بي اوف سيلفر كلورايد بتساوي 1.1 مضروبه في 10 ماينس 10، 1.1 في 10 اس ماينس 10 مور بير لتر مولز بير لتر الكل تربيع. وطبعا دي انا عارف انها حصل ضرب البرودكت اوف المالتيبليكيشن اوف المولر كونسنتريشن اوف سيلفر ايون في الكلورايد ايون كونسنتريشن، هو بيساوي 1.1 اس ناقص 10. طيب لو انا حطيت بوينت 1 نورمال سوليوشن سيلفر ايون زائد بوينت 1 نورمال سوليوشن اوف كلورايد ايون على بعض، ايه اللي هيحصل؟ حاصل ضربهم هما الاثنين هيساوي 1/10 أس ماينس 2. حصل ضرب الأينز 1/10 أس ناقص 2. إيه اللي جرى لما بحط الاثنين على بعض؟ precipitate will be formed. هلاقي فيه precipitate will be formed. طيب لو حطيت point O1 normal أو molar solution of silver ion على point O1 normal solution of chloride ion على بعض، ال product of multiplication طبعا واحد ده 1/10 أس ناقص 4، 1/10 أس ماينس 4 المولر concentration، 1/10 أس ناقص 4 ال product of multiplication بتاع المولر concentration of the two ions هيساوي 1/10 أس ماينس 8 أس ماينس 8. ده برضو precipitate will be formed. precipitate هيتكون. ده 1 وده 2 precipitate will be formed. طب لو جبت solution من السيلفر ايون 1/10 المولر كونسنتريشن بتاعه 1/10 اس ماينس 5 مول بير لتر سيلفر ايون وحطيته على 1/10
اس ماينس 5 جرام او جرام موليكولز بير لتر من الكلورايد اينز وحطيتهم على بعض، ايه اللي هيحصل؟ نو بريسيبتيت ويل بي فورمد، هيدي سوليوشن، هيدي سوليوشن خلاص. نو بريسيبتيشن ويل بي اوكير. ليه؟ عشان حاصل ضرب. لما كان حاصل ضرب المولر كونسنتريشن اوف كلورايد في المولر كونسنتريشن اوف سيلفر بيساوي السوليبيليتي برودكت كونستانت، نو بريسيبتيت ويل بي فورمد، وهيديني ساتوريتد سوليوشن. طيب رقم 4، لو انا حطيت 1 في 10 اس ناقص 6 مول بير لتر سيلفر اين على 1 في 10 اس ماينس 6 1 في 10 اس ناقص 6 مول بير لتر كلورايد اين، اللي حاصل ضرب البرودكت اوف ذا مولر كونسنتريشن اوف اينز هيساوي في الحاله دي كام؟ هيساوي 1 في 10 اس ناقص 12 جرام مولز بير لتر. خلاص لو طبقت السوليبيليتي برودكت رول، ايه اللي هيجرى؟ هيدي سوليوشن برضه، نو بريسيبتيت ويل بي فورمد. طيب اذا هنا امتى البريسيبتيت از فورمد؟ البريسيبتيت از فورمد اونلي وين ده حاصل ضرب الايونيك كونسنتريشن في بعضيها، وين ذا ايونيك كونسنتريشن المالتيبليكيشن اوف ذا مولر كونسنتريشن اوف ذا اينز اكسيد ذا سوليبيليتي برودكت، كان اعلى من السوليبيليتي برودكت. لو حاصل ضرب الايون كونسنتريشن اكتر من السوليبيليتي برودكت كونستانت للانسوليبل بريسيبتيت ويل بي فورمد. طيب لو حاصل ضرب الايونز ايكوال الكي اس بي، حاصل ضرب الايون كونسنتريشن ايكوال السوليبيليتي برودكت بالظبط، هيديني ساتوريتد سوليوشن ونو بريسيبتيت ويل بي فورمد. ولو حاصل ضرب الايونز اقل من الكي اس بي، اقل من السوليبيليتي برودكت كونستانت، نو بريسيبتيت ويل بي فورمد وهيديني سوليوشن. يبقى البريسيبتيت از فورمد اونلي امتى؟ بريسيبتيت از فورمد لو انا برسب انسوليبل، فبقول المفروض احط كونسنتريشن اوف اينز، الكونسنتريشن اوف اينز حاصل ضربهم في بعض ماست اكسيد ذا كي اس بي، يبقى لازم يتخطى او يبقى اعلى او اكبر من السوليبيليتي برودكت كونستانت للانسوليبل بتاعي عشان تو فورم بريسيبتيت. يبقى البريسيبتيشن بيحصل فقط امتى؟ لما حاصل ضرب الايون كونسنتريشن اكسيد ذا كي اس بي، يتخطى السوليبيليتي برودكت كونست. يبقى وين ذا ايونيك كونسنتريشن او حاصل مالتيبليكيشن اوف الايونز ببعضيها يساوي السوليبيليتي برودكت، ساتوريتد سوليوشن ويل بي فورمد اند نو بريسيبتيد. ولما حاصل ضرب الايونز ببعضيها اقل من السوليبيليتي برودكت كونستانت هيدينا سوليوشن ونو بريسيبتيد ويل بي فورمد. يبقى عشان ارسب يبقى حاصل ضرب الايونز في السوليوشن ماست اكسيد ذا سوليبيليتي برودكت كونستانت، لازم يبقى حاصل ضربهم اعلى من السوليبيليتي برودكت كونستانت. اتكلم على موضوع تاني، الموضوع التاني اللي هو السوليبيليتي برودكت، سوليبيليتي او الفاكتورز افكتنج سوليبيليتي اوف ذا بريسيبت، الحاجات اللي هتأثر على السوليبيليتي، عشان انا بقول عاوز في البريسيبت متريك الانسوليبل يبقى انسوليبل ان ووتر. اول فاكتورز من الفاكتورز اللي بتأثر على السوليبيليتي على ذوبان البريسيبتد الكومون اين افكت. الكومون اين افكت the presence of an excess of one of the ions lower the solubility product because in a salt like LAM. انا هقول مثلا for example لو انا عندي سولت زي السيلفر كولورايد اللي قلت بيبقى في بيطلع جزء منه هيبقى سوليبل as its ions والاينز في equilibrium between السوليبل والانسوليبل. وقول لو انا الكومون اين افكت، يعني لو انا حطيت ايون كومون مشابه للكولورايد او حطيت ايون كومون مشابه للسيلفر ايون، يعني لو زودت تركيز السيلفر ايون في السوليوشن اوف سيلفر كولورايد، يعني زودت عليه، انا عندي سيلفر كولورايد انسوليبل ونزلت عليه بفيو دروبس من السيلفر اينز، او نزلت عليه بفيو دروبس من كولورايد اين من صوديوم كولورايد او سيلفر نيتريت، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل لو زودت السيلفر اين كونسنتريشن مور بريسيبتيت ويل بي فورم،
ليه؟ عشان حاصل ضرب السيلفر في الكلورايد ماست بي كونستانت اللي هو السوليبيليتي برودكت كونستانت. فاذا لما بيزيد السيلفر لازم يقل الكلورايد عشان يبقى حاصل ضرب الكلورايد في السيلفر بيساوي الكي اس بي. طب لو زودت الكلورايد، لو زودت كلورايد باي اديشن اوف كلورايد ايون بقول لازم السيلفر ايون كونسنتريشن هيقل عشان يبقى حاصل ضرب السيلفر في الكلورايد بيساوي كونستانت اللي هو السيلفر كلورايد. ليه؟ عشان الكي اس بي بتساوي السيلفر ايون كونسنتريشن مضروبه في الكلورايد ايون كونسنتريشن. طيب اذا السيلفر ايون كونسنتريشن لوحدها اي ايون منهم هتساوي الكي اس بي على الكلورايد ايون كونسنتريشن. طيب لو زاد الكلورايد ايون كونسنتريشن معناها ان الفراكشن دي هتقل، والفراكشن دي هتقل يعني السيلفر ايون كونسنتريشن ماست بي ديكريزد، لازم يقل. فاقول الايفكت اوف كومون ايون، اي لو انا عندي انسوليبل بريسيبتيت لما بضيف عليه كومون ايون، ايون كومون للايونز اوف ذا انسوليبل، بقول it will increase the precipitation، هيزود البريسيبتيشن. Hence الكونسنتريشن يبقى الكومون ايون افكت، يبقى الكومون ايون افكتس ذا انسوليبل باي فورميشن اوف مور بريسيبتيت، increase البريسيبتيشن، يبقى الكومون ايون increase the precipitation of the insoluble salts، هيزود الانسوليبل salts. هاخد تاني افكت اللي هو دايفيرس ايونز اون ذا، الافكت اوف دايفيرس ايونز اون ذا سوليبيليتي اوف ذا and the solubility product. هيعمل ايه في solubility وهيعمل ايه في solubility product؟ الكومون ايون، الدايفيرس ايونز، الاول لازم اعرف يعني ايه دايفيرس ايون. دايفيرس ايون يعني ايون not common، يعني ايون غير مشابه للايونز اوف ذا precipitate. دايفيرس ايونز، انا قلت الكومون ايونز، لو حطيت ايون common to the ions of the precipitate ايه اللي هيحصل؟ قلت ده increase the precipitation. طيب الافكت اوف دايفيرس ايونز، طب لو حطيت ايونز غير مشابهه، غير الايونات اوف ذا انسوليبل، ايونات الانسوليبل، هتعمل ايه؟ بقول decrease the as common ions decrease the solubility of the sparingly soluble compound the presence of an inert electrolyte اللي هي دايفيرس ايونز، ايون not common to the ions of the precipitate cause increase in the solubility. The diverse ions increase the solubility والcommon ion decrease the solubility. Common ion decrease the solubility والdiverse ion increase the solubility، بيزود السوليبيليتي. ولا والتزويد ده diverse ions بيزيد السوليبيليتي is increased. بقول الdiverse ions increase the solubility of insoluble والeffect of the diverse ions هيبقى اعلى by increasing the charges اللي هي carried on the surface of the ions. ده هيبقى ايه؟ This effect is attributed لايه؟ هيأثر electrical charges carried by the diverse ions on the attractive forces between the ions of the sparingly soluble salt of the electrolyte which is thereby is reduced. يعني ايه معنى الكلام اللي انا بقوله ده؟ الكلام اللي انا بقوله ده هو التالي. اللي هو لو عندي انسوليبل زي السيلفر كلورايد، قلت الكومون ايون، يعني لو حطيت ايون كومون للسيلفر او الكلورايد it will increase the precipitation، هيمشي في اتجاه العكسي او الخلفي للرياكشن، فالبريسبتيشن از انكريزد باي الكومون ايون افكت. طب الدايفيرس ايونز، بقول الدايفيرس ايونز لو انا حطيت، انا بقول السيلفر والكلورايد attracted to each other by electrical electrostatic attraction between the positive and negative ions عشان تكون الجزيء بتاع السيلفر كلورايد، ولو في عندي diverse ions other ions not common زي مثلا كالسيوم عليها 2 تشارج، زي صوديوم كميه كبيره من الصوديوم، او عندي فيريك او ليد او فوسفيت ions، اي ايون عليه تشارجز عاليه، الومنيوم مثلا 3 بوزيتيف تشارج، فبقول الدايفيرس ايونز increase the solubility، هتزود السوليبيليتي. الدايفيرس ايونز بانكريز السوليبيليتي بتخلي السيلفر كلورايد يبقى مور سوليبل. طب مور سوليبل ليه؟ بقول عشان الالكترو التشارجز للتشارج او
المجال المغناطيسي بتاع التشارج البوزيتيف او النيجاتيف تشارج بتاعت الايونز اللي هي دايفيرس ايونز اللي هي نوت كومن تو ذا ايونز اوف ذا بيرسبتد ديكريز ذا اتراكشن فور، بتاثر على الاتراكشن فورسز بتوين السيلفر ايون والكلورايد ايون، هتقللها ديكريز ذا اتراكشن فورسز بتوين السيلفر ايون والكلورايد ايون، ولما تقللها هتخليه مور ايونايزد، هتخليه مور سوليبل. فبقول الدايفيرس ايونز الايونز بيرنج او الايونز ذات ار انارت ايونز، يعني هي ايونز مختلفه عن الايونات غير مشابهه للسيلفر ايون والكلورايد ايون، انكريز السوليبيليتي اوف ذا انسوليبل، انكريز السوليبيليتي، وكل ما كان الايون بيحمل شحنه اعلى كل ما كان التاثير بتاعه بيبقى اشد لانه بيولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي ديكريز الاتراكشن فورسز بتوين الايونز اوف ذا انسوليبل، وعشان كده بتزود السوليبيليتي اوف ذا انسوليبل، هتزود السوليبيليتي بتاع الانسوليبل. دي الافكت اوف دايفيرس ايونز، ذا دايفيرس ايون افكت. هنتكلم على موضوع مهم جدا برضو اللي هو الفراكشنال بريسيبتيشن. الفراكشنال بريسيبتيشن وهنشرحه باكزامبل سهل وبسيط قوي. الفراكشنال بريسيبتيشن لو انا عندي بريسيبتيتنج ايجنت او بريسيبتنت از ادد لاثنين ايون بيترسبوا بنفس البريسيبتيتنج ايجنت، يعني لو عندي كلورايد وايودايد وهنزل عليهم بسيم بريسيبتيتنج ايجنت زي السيلفر نايتريت، ايه اللي هيحصل؟ هل الكلورايد والايودايد هيترسبوا مع بعض في نفس الوقت ولا واحد منهم بيترسب الاول والتاني بيجي وراه ولا الاثنين؟ ايه اللي هيحصل لو ضفت واحد بريسيبتيتنج ايجنت از ادد تو ا ميكشر اوف ايونز تو بي بريسيبتيت؟ ذا كومباوند with the smaller KSP. أنا قلت إيه؟ الـ precipitate is formed only when the solubility product حاصل ضرب الأيونز في solution exceeds the solubility product constant. يبقى إذن لما أضيف silver nitrate على كلورايد وأيودايد مفروض هيترسب silver chloride. silver chloride له KSP solubility product constant وهيترسب silver iodide والsilver iodide ليه solubility product constant ثابت معين موجود. فبقول الـ precipitate اللي حاصل ضرب its ions of solution molar concentration of its ions of solution حاصل ضربهم exceed the solubility product constant هو اللي هيترسب الاول. طيب اجي ابص واشوف التالي، solubility product constant of silver chloride 1.1 × 10⁻¹⁰ والsolubility product constant of silver iodide بتساوي 1.7 × 10⁻¹⁵. مين اللي السوليبيليتي برودكت بتاعته اقل؟ اللي السوليبيليتي برودكت بتاعته اقل هو البوتاسيوم او السيلفر ايودايد. سيلفر ايودايد السوليبيليتي برودكت بتاعته 1.7 × 10⁻¹⁵. والسيلفر كلورايد السوليبيليتي برودكت كونستانت بتاعه 1.1 × 10⁻¹⁰. طيب لو انا حاطط كونسنتريشن من الكلورايد وكونسنتريشن من الايودايد ايكوال كونسنتريشن من الكلورايد والايودايد ونازل عليهم بسيلفر نيتريت نقطه بنقطه، فبقول اذا مين اللي هيترسب الاول؟ اللي هيترسب الاول البريسيبتيت اللي السوليبيليتي برودكت كونستانت بتاعته هتوصل الاول، فبقول مين اللي هتوصل الاول؟ بقول السيلفر كلورايد ذا بريسيبتيت وذ لوور كي اس بي اللي السوليبيليتي برودكت كونستانت بتاعته اقل ويل بي بريسيبتيتد فيرست، هو اللي هيترسب الاول. هيترسب الاول ليه؟ عشان المينيوت اماونت اقل كميه من البريسيبتيتنج ايجنت اللي هو السيلفر نيتريت هتنزل هتدي هتبقى اكسيدد هتدي اعلى من الكي اس بي الصغيره بتاعه السيلفر ايدايد فيترسب سيلفر ايدايد. السيلفر اي كلورايد ويل نوت بي بريسيبتيتد، مش هيترسب. ليه؟ لانه محتاج مور هاير كونسنتريشن اوف سيلفر، محتاج تركيز اعلى من السيلفر اللي مش هيتحقق له. مش هيتحقق له ليه؟ عشان كل ما هنزل ده محتاج لكميه اقل، الايدايد محتاج للور كونسنتريشن من السيلفر تو بي بريسيبتيتد از سيلفر ايودايد، هيترسب الاول عشان السوليبيليتي برودكت بتاعته اقل. ولما يخلص السيلفر ايودايد لما يخلص الايودايد بريسيبتيشن از سيلفر ايودايد هتبدا السيلفر اكيوميوليتد الكونسنتريشن بتاعها هيزيد في السوليوشن للدرجه اللي هتبقى اكسيد السوليبيليتي برودكت كونستانت اوف كلورايد، يبدا السيلفر كلورايد ويل بي بريسيبتيتد سكند. يبقى الفراكشنال بريسيبتيشن بتقول ان انا لو عندي ايون او اثنين او ثلاثه محطوطين في سوليوشن في ميكشر ونازل عليهم ببريسيبتيتنج ايجنت من فوق برسبهم،
هقول مين اللي هيترسب الاول ولا هم هيترسبوا مع بعض ولا ايه اللي هيحصل. بقول اللي الحاصل ضرب اتس ايونز البريسبتد اللي حاصل ضرب الايونيك كونسنتريشن في بعضها اكسيد السوليبيليتي برودكت كونستانت بتاعه هو اللي هيترسب الاول. فبقول البريسبتد هوز كي اس بي السوليبيليتي برودكت كونستانت بتاعته اقل ويل بي بريسبتيتد فيرست فولود باي ذا البريسبتد اللي السوليبيليتي برودكت بتاعته اعلى فولود باي البريسبتد اللي السوليبيليتي برودكت كونستانت بتاعه اعلى. وشبهناها او مثلنا بالاكزامبل اللي قدامك ده. لو انا حاطط 0.1 مول اوف البوتاسيوم ايودايد والكلورايد مع بعض ونزلت عليهم بسيلفر نيتريت سوليوشن من فوق بقول البريسبتد سيلفر كلورايد مش هيترسب الا لما حصل ضرب اتس ايونز يبقى اكتر من 1 من 10 × 10 ⁻¹⁰ هيترسب. والسيلفر بروما بقول اذا يعني انا محتاج ل 1 × 10⁻¹⁹ من السيلفر نيتريت ولكن السيلفر من السيلفر اين ولكن السيلفر ايدايد محتاج ل 1 ⁻¹⁴ من السيلفر اين بس. وعشان كده بقول اللي هيترسب الاول هو السيلفر اين ريتش 1 × 10 الكميه القليله هترسب السيلفر ايدايد والبريسبتيتد فيرست فولود باي سيلفر ايودايد. ده الفراكشنال بريسبتيشن. كده المحاضره الاولى تعتبر او المحاضره الثانيه كده خلصت.